احكي مع البصلان وتصرفوا، وإذا ما رح يتراجعوا وقت رح دفعون الثمن غالي. رئيس، الزلمة خطف بنت أونال لأنه أخذ له مساعده وأونال ما طلع صوته، وإذا أنت عم بتفكر تأذي عيته للرجال فكمان عندك أولاد وأولاد أخوتك، عندك كتير يا رئيس. أنا مقطوع من شجرة يا وهبي، إذا في عندهم أسنان يورجون إياهن، وأنا عندي مخالب ورجيهن إياهن. سيد أوزر. تفضل سيد خضر. ناطرينكم بالمزرعة مع اللي اشتركوا معنا من جديد، في شغلات لازم نحكي فيها ولازم نتخذ تدابير. بتحب يجي السيد أونال كمان؟ لا ما في داعي، بكفي تجوا انتوا وبعدين بتبلغوا باللي بيصير. طيب بشوفك إن شاء الله. شو هاد؟ شو هاللعب؟ يلمز يلا اخسر لا تروح. وليش بدي اخسر بقى؟ إذا ضليت تفوز السيد أونال ما بيترجع. بنجدوه. امسك هدول بإيدك، أنا ما بتركه وقت اللي بربح كمان. سيودو. لوين بدكم تروحوا؟ لعند زعيمنا الجديد. إذا عم ينادلنا الزعيم ما تواخذني السيد أونال، خلص منلعب طاولة بعدين. وليش عم يندهلكم بقى؟ شو سبب هالاجتماع هاد؟ رح نروح ونشوف، قال إنه الموضوع ما بيستاهل جيتك أنت. ارمي وخلصني. أكيد رح يخليكم تتحاربوا مع عصابات الشوارع. روحوا روحوا من وشي. أكيد بدنا نحارب، ما عم تشوفوا الناس اللي صارت بلوى على رأسنا؟ بصراحة يلمز عنده إدراك الزعيم. ماشي، وقت يلي بيدخل الحبس بيصير عنده إدراك الدولة. وكأنه الدولة ما هددت حضرتك قبل. أنا دوري خلصت منه، رح أقول لكل شي نعم لحتى يظهر الرجال اللي ورا نوزات. ما في عندي شي. مشغول بالي بخصوص الحكي اللي عم يطلع على حبس مرته لخضر. شوف لي شو عم يحكوا الناس. إسراء مع بنتك هون، هي بتتابع كل شي عن هرب. كل المصايب عم تجي فوق بعضها. معقول تكون المدام مريم ورقت للرجال؟ شو بيعرفني أزلام؟ معقول اسأل مثل هالسؤال؟ يعني مبجل ما حكت لك ولا شي؟ حتى هديك ما عم تحكي شي. اي فيها وجهة نظر. ليكي انا ما بيهمني. شو ما صار يصير انا كتير بحبها لمريم، وكتير زعلت بسبب يلي صار. ليكي قلك شغلة إسراء، إذا المدام مريم عاملة مثل هيك عملة بتكون مخلية حبيبك يعملها، طالما الشغلة صارت من دون علم خضر. شو بيعرفني أزلام، إن شاء الله ما يكون في هيك شي. إيه إن شاء الله ما يكون. والبستاني شو عم يعمل بخصوص هالشي؟ لسه محافظ على صمته. رح يجنني هالصبي إسراء، هذا الصبي رح يطير لي عقلي، ولا على باله حتى الياس بيخلي أحمد يجي لهون ميت من الرعبة، وهداك قلب أصلاً ولا حس. يومها كنت متوقعة يجي ويداهم المطعم، حتى وقت اللي طلعت من الحمام وسكروا لي تمي أنا انبسطت على أساس قلب أصلاً. الشعور الوحيد اللي متذكرته أزلام بعلاقتنا أنا والياس المجنون هو الياس، وبعلاقتك أنت وقلب أصلان تعرفي مين المجنون؟ أنا، بس جيناتي هي الفاسدة يا روحي. مع السلامة يا المز. يلا روح اتعلم.
كتير زعلانة مشان مريم. صحيح منتخانق ومنتخاصم، بس أنا بحبها لمريم بتعرف. بعرف، بس أنت وقفتي مع نازلي كمان. شو بيعرفني أنا بنازلي ومازلي؟ شو ما بتعرف طبعي؟ ما بسخب ابن خالتي أبدا. يسلم. رحت ووقفت بصف الضعيفة. معك حق. لا تفكر إني نسيانة موضوع هاد دورسون، كنت معك وقت اللي خطفته. مين قال؟ شو مفكرني غبية وما بفهم؟ ليكي خديجة، أنا بجد ما عاد عرفتك منوب. عم تفهمي، بس كيف عم تضلي ساكتة؟ هاد اللي ما عم بفهمه. قصدك مخبي إني حامل؟ هاي ما عاد بدي خبيها. شو يعني تدخل مرتك بهالشغلة؟ أنا ما دخلتك بشي، أنت يلي مسكتي بخوانيقي مشان أخدك لهون وهون. لو وقتها قلتلك ما فيني أخدك كنت بدك تشكي. طيب طيب سكر الموضوع. أنت من وين إجتك كل هاللطافة؟ عازمني عشاي وسحلب. يلا قلي لشوف شو اللي عم تلعبه من وراي؟ أنا ما بلعب من ورا حدا منه. خديجة، الأمور كتير معقدة. مريم مرت الرئيس، إذا صاروا قالت للشرطة أي شيء بحب تعرفي إني ما رح أحرق الياس، بروح وبنام مثل الإسباع. وإنتي حامل، نصيحة لا تتعبي حالك بهالقصص. مريم مستحيل تعمل مثل هيك شيء. عم نقول فرضاً قالت. طيب فرضنا قالت، انت كنت وبتضل زوجي، بتكون عامل اللي لازم ينعمل ولا تاكل همي لا انا ولا حتى الولاد. منيح انك موجودة يا خديجة، لولاكي انا شو كنت عملت يا ترى؟ انا بحبك كتير. بعرف. كتري قرفة. لا يسلم. اللي فيك توصلني لعند نازلي؟ سخنة كتير والله. ماما حبيبتي، انتو اجيتوا؟ شو ما بدي اخلص منكن انا؟ اختي، امي يا روحي. يا حبيبي انتي من وين يا بنتي؟ من تشارم. ها؟ تشارم. ما بعرفه. خليتيون يسجنوكي مشان تتخلصي منا مدام مريم؟ شو بنتي الذكية، رح تكون محامية ولا شو؟ ايه بس بأمريكا. شو عم تقول هالبنت؟ بدها تسافر بالعطلة على أمريكا. ايه طبعا، وأكيد بحجة الماما هربتوا من المدرسة، ما هيك يا روحي؟ بالضبط. يلا قعدوا. أمي حبيبتي، أنت ليش عذبتي حالك؟ وقت اللي كنت بعمرك ما كنت فارق هاي الأماكن، على طول تلاقيني هون. قلت لحالي برجع بتذكر صبايي. مرت عمي، هالأكلات اليوم بدك تخلصيون. ها، لكام سنة خليتوا لطفية تطبخ؟ في ناس كتير جوا ما بيكون في إلهم حدا، بتوزعين عليهم. بنتي طالما ما بدك تروحي اسحب الكرسي من هنيك وعدي. أنا مرتاحة يا خالتي. أمي حتى لو طلعت الشرطية من هون الكاميرات عم تسجل. بيتفرجوا وبيتنصتوا علينا، خلصنا بقى.
ونحن بشر كمان مثلكم. هي الدولة بدها ما نرتكب أي ذنب بحياتنا بنوب، ولا نغتاب أي حدا. لك ماما كم يوم لسه رح تبقي هون؟ أنا مرتاحة هون يا بنتي. بعدين عم أقول لحالي خليني روح شوي على الحبس وارتاح منكن فترة. لا تقلقوا، صحتي عم تتحسن. ونحنا شو رح يصير فينا؟ حبيبتي انتو صرتوا كبار، أنا بشو عم فيدكن؟ فهموني. لكن ماما نحنا جرحناكي، زعلناكي، نعتذر منك، بس ما منقدر نعيش بلاكي. بنتي الحلوة زينو، وأنا ما بقدر بلاكن كمان، بس ممكن نضطر نضل هيك لفترة. يا ماما بالنسبة لمين وعلى أساس شو رح تضلي؟ سألته لأبي قال لي إنه الشغلة فخ. إيه مزبوط، هذا فخ، بس ما في شي نعمله. كيف ما فينا نعمل شي؟ بدك تقلي لهم إني ما عملت أي شي ونروح من هون. عم أحكي شي غلط قلب أصلاً؟ التهمة ما إلها علاقة بمرت عمي أبداً، بس كان جاي الدور لقلها لحتى تزعلنا، وعم تستخدم حقها لتتدلل. شو رأيك تسكت؟ وأنا هذا رأيي. ماشي أنا رح أسكت، بس أنت لا تسكتي. أعطي إفادتك بأنه ما إلك علاقة، واللي بيبقى تقدير المحكمة والإدعاء العام. التقدير لرب العالمين وحده. أنا بقصد يا تيتي القرار. والقرار لصالحنا كمان. بنتي مريم ما بتأذي أي حدا ولا يمكن. أنا اللي أذيت كل الناس، أنا. سألوني لإلي أنا بحكي لكم، وبعد من ندكوني في سجنكم. طلعوا فيني شو ما كان القرار اللي بدي اتخذه، يكون بيعلمكن لأني كتير بحبكن، وأنا بعرف كمان إنه أنتو كتير بتحبوني. مو ماشي؟ يعني ماما زينو، أمك مانا معصومة عن الخطأ. ستك عطتني نصيحة وما رح أنساها. أول شي قولي أنا، يا بدي أقول أنا وأبقى هون، يا أما رح أقول أنتو. مريم هالمرة قولي انتو مو انا. انا قلبي ما بيتحمل لا دموع عيونك ولا دموع هدول كمان. يلا قوموا لشوف، لا تشغلوها للدولة، في كتير من المجرمين برا وانتي منتظرينك بالبيت. يا روحي حبيبي انت، امي
قال بصلان. تفضلي مرت عمي. قل له لعمك لا يعمل هيك شغلات. مو عمي اللي عملها، أنا اللي عملتها. أصبح لا تشبه لخضر يا قال بصلان، ولا الياس كمان. محمود عم يقول إنه الست مريم ما رح تطلع من السجن. وليش رح يصير هيك بقى؟ الدولة حاطته لخضر برأسه، يعني بقصد إنه ما رح يستفادوا شي لو شو ما عملوا. أنتي ومحمود بدل ما تعدوا تحكوا عن الغسالة والبراد وفستان العرس عم تحكوا بهالشغلات هدول؟ مو هيك خديجة، بس أنا سألته يعني انشغل بالي. شغلي بالك بعرسك وبس، مفهوم؟ هي خايفة إنه يتهموني لإلي كمان. هو خضر إجا لهون وقال إذا مريم بتفوت على السجن ما رح تخلصي من هالشغلة بنوب. وهذا هو الصح، إذا بصير مثل هيك شي نسيني على الآخر. ليش عم تقولي هيك خديجة؟ ليش هيك ما نازلي؟ علقتي لي بهذا دورسون وبعدها رحتي وشفتي هي مرته وكمان أخته لتيبي كمشتها لهي نورتان مرته وجابتها لهون. لا وما كفاها هالشي. أنا قلت لهم أنه مريم ما لها علاقة بأي شي. طبعا قلتي لهم. وأخته لتيبي راحت لعند مريم تهنية بسلامتها بعد ما طلعت من هون. حسب تفكيرك وقت اللي رح تقولي مريم ما دخلها المرة بترجع على بيتها دغري، بس راحت لعند مريم وأكيد مو مشان تقلا ما على قلبك شر، صح؟ فتحي مخك يا نازلي. وسطنا نحن مو مثل وسطك. اللي عملتي بينفهم عنا إنه مريم إلى علاقة بالقصة. وقت طلعت أخته لتيبي فوراً أخذت نورتان معه وراحت تبتزها لمريم، قالت له شوفي نورتان بين إيديي. وأنا شو بيعرفني؟ أكيد أنت عم تقولي مريم ارتكبت خطأ بإيديها وهي اللي لازم تتحمل نتائج تصرفاتها، مو هيك؟ مو مريم اللي لحالها بالقصة. مين اللي وقع برأيك؟ خضر اللي وقع، والياس كمان وقع، وزوجي معاهن. بس أنا من وين بدي أعرف إنه الياس وزوجك دخلهم بهذا الموضوع؟ كيف بدي أعرف؟ أنا ما بعرف شي عن عالمكن. مزبوط، أنتي مالك من عالمنا. وإذا بقيتي هيك ما رح تكوني تابعة إلا لآخرتك. شبك خديجة؟ مو عيب اللي عم تعمليه؟ عم تهدديه معقول؟ أنا ما هددتها. روحي اسألي محمود، هو اللي رح يشرح لك، مو هيك؟ أصدقائي أنتوا قدمتوا عود مشان توضحوا خياراتكن، وهالناس بكل صفاقة استغلوا تدخل الدولة ضدنا نحنا. هلأ رجائي من أصدقائنا يلي انضموا لنا من جديد
هدول الناس اللي عم يصولوا ويجولوا قيمتهم تحت رجلي كلياتهم. هالأمور ما عادت سرية يا رئيس، ولا بقى تفكر بالناس يلي عم يفكروا بطريقة حتى يصفونا، عم يقولوا سليم وعدني وتيبي غمزني بعينه، وأحمد قال أكيد أنت كمان بعت صوتي ومصرياتي ورفيق تراجع، هيك عم يقولوا. وكمان يا سليم، هدول الجماعة عم يلفوا ويدوروا واجوا لعندي وقالوا لي انت اللي شطبت على اسمنا، وعم يدوروا على مصايبهم. هلأ انا بامكاني غرقهم بمصايبهم، بس لمعلوماتكن مو وقتها. اذا بيجي اي حدا بسببي انا رح ببزق بنص وشه لقتش. في يا تيبي في. اللي مين بتقصد؟ حقتلو لهالغبي. لا اتركوا علي، بحاسبه بعدين. ريس، انت ليش تشغل حالك بشخص فوق كل اعمالك؟ طالع من تمه كلام خير بحقي أنا، وجوابه عندي. ريس، عن إذنك كل واحد يعمل اللي عليه وبس، حتى هالشي يكون علني ما يكون سر، يكون تهديد أو يكون دموع. ما في حدا يزرف دموع ورا هالأغبياء هدول. أنا شغلي هون كتير، اعملوا المناسب، بس الدولة ما تقرب صوبي. نحنا ما رح نوقع علنا مو، بس رح ننهي كل شغلنا بالشارع. إذا كنت ما رح تقدر تحمي الشارع تبعك، فالدولة ما رح تقدر تحميك أبدا. اطلعت على هاي القائمة يا رئيس، الموجودين كلهم أسماء تم توجيههم من الاستخبارات من قبل. ايه بالضبط يا سيد أوزر، الدولة بدها ننشغل فيهن. ايه على راسي وعلى عيني، بس صدقوني رح اعمل شي. الدولة وقت اللي تقعد على الطاولة تكون شريكتنا. طيب بتحب تشاركنا الرأي باللي رح تعمله؟ كله بوقته.
حسب ما شفت ما في أي حدا عمل مشاكل بسببي. يا ترى هلأ أنا لازم أزعل ولا أفرح؟ فرح. إيه فرح. في اسمين بالقائمة ما في داعي إنه نخلص عليهم. بظن إذا حكينا معهم رح يفيدونا كثير. توبراك، إذا كنت بدك تتواسط لحدا أنا بقول تواسط لي لإلي أنا. الريس قال شغلي وخلصنا منها. بقصد مشان التجارة، يعني بلكي بيفيدونا بعدين. بس قول شي التجارة بتنتهي. يلي حكيته أهم من التجارة. يلا يا جماعة العشاء جاهز. بكر، بكون منتظر منك انك تخطي خطوة يا الياس. طالما اجى على هالمكان كرمال يهددك بذات نفسه فأكيد هو بكون ناطرك بمحله. صار ضروري رد زيارته ولهالسبب نحن اجينا. باللحظة اللي رح ترفعوا ايدكم فيها مشان حضرتكم تدقوا الباب عليه رح تتقوصوا كلياتكم. بس نحن مو رايحين نزوره، ليش لحتى ندق؟ رايحين لحتى نقتله. سنين طويلة وأنا مبسوط لأنه ما عندي صهر، عشت مرتاح البال. ما ضل غيرك توقف بوشنا يا صهر. معناتها عرفان أنا بشو عم حس هلأ، مشان هيك أنا أجيت استشيرك يا آغا. أهلا وسهلا فيك. شاهين آغا، أني أقضي على بكر شي مو صعب علي بنوب، بس لسه مو وقتها هلأ. بعرف هلأ رح تقلي لا تعملها اليوم أعملها بكرة، بس وقتها ما بكون. ليك الياس، طالما انت ماشي مو مشكلة. بكر بيروح على الكازينو مشان يلعب قمار، بس الرجال اللي هو بيلعب معهم صاحبين مشاكل اكتر من بكر. نفس الطينة. القصد من هالحكي حتى تتغلب عليه لبكر، هذا أنسب مكان. بس انتبه هنيك ما بيكون لحاله. مو أنت اللي كنت على طول تقلنا قد ما بتقدروا حاولوا ما توسعوا جبهتكن؟ مشان هيك أنا عم نبهك وقلك إذا كنتوا بتقدروا تقتلوا الكل فوتوا كلكن، بس إذا طلع منهم المخبر أكيد وقتا أنتو رح تنتهوا على الآخر، رح ينقلب السحر عليكم. ما مننسى شغلنا وبدنا نخلصه، ما تاكل هم أغا. بالأول خلينا نستفسر عن مكان هاي المأمرة يا صهري.
ريها. أمرني أبي. أنت رح تكون هنيك بالكازينو. ليك الياس، في إلي ناس هنيك، باللحظة اللي هو بيوصل فيها أكيد رح يكون عنا علم. بصراحة من قبل 20 سنة لو كان عندي ريها يعني ما كنت انحبست هالسنين هاي. والسلام عليكم. عم بسمعك، قلي شو صار. بس هالليلة ماني فاضي، لبكرة إن شاء الله. يا أما بمعرض الريس خضر يا أما بمقبرة شاهين آغا. يلا بشوفك. خير إن شاء الله. مين يلي اتصل فيك؟ واحد غليظ. أنت شو بدك فيه؟ بيجي بينسيك اللي بتحفظه وبيروح. أنا ما عم بفهم كيف بتتعرفوا على كل هالعالم. بالعالم هاد بعمر 15 بتتعرف على الناس بالقهوة، وبعدين بتتعرف بسجن الأحداث، بتكبر شوي وبتضل تتعرف عليهم بالحبس، وبالثلاثينات بتعرفهم بالمأمرة، وبالأربعينات بالمستشفى، وإذا كنت محظوظ لدرجة تصل للخمسين بتشوفهم بالجنازة. مو معقول قديشك إنسان غريب. هلأ اتركنا من هالحكي، أنا ما عم بفهم مرت عمك ليش عم تعاند كل هالقد. خليها تقول ما إلي علاقة وتطلع من الموضوع وتخلصنا. هذا عناد 40 سنة. شو فظيعين النسوان، ما بينسوا شي بنوب، لا اللي بيعملوه ولا حتى اللي بينعمل ضدهم. ايه وهالشي بيعرفوا نوزت كتير منيح. لا المشكلة هون عمك، لأنه الزلمة قال له كل شي عنده. بس انت ليش حرقت الجوازات اللي عطاك ياها؟ ما فهمت عليك. مشان يقطع الامل على الاخر. من شو؟ مبينة نوزت بده ياني يدير ظهري لعائلتي واتركهم. بدك اسمع كلامه؟ معناها الرجال بيحبك. بيحبني بيحبني ايه، بس مو اكتر من عائلتي. ايه قولي اونال بيك شو قال بهالخصوص؟ ما فيني احذر على بابا وطريقة تفكيره بهالدنيا. البابا بيقول انه رح يقدم افادته، بس يمكن ما يقدمها، واذا ما قدمها اكيد حيقلي. انا ما بسأله كتير بخصوص هالشغلات. كنت تقولي انه سيد اوزر بيعرف كل شي وإله صلة بالمحاماة. طيب هو هلأ شو عم يقول؟ السيد اوزر عم بيقول اذا المدام مريم بتقدم افادتها ما رح يخلوها بالسجن، لأنه لا في لا جريمة بالأصل ولا جثة ولا حتى أداة. طبعاً ليش بده يكون؟ الماما قاعدة هنيك ومعصبة، وبدل ما تقدم إفادتها عم تعطينا درس. إيه كله خير، خلي يكون الدرس الكل. شو رأيك تقولي هالشي لأولادك بدل ما تقولي إلنا؟ عم قلهم، عم قلهم كلهم، وقلت لقلب أصلان مشان ياخد هاي. كنتي قليلي إلي مشان أخده لقلب أصلان. كنت سمعت الكلمة وقتها وأخدته فورا. بحب المرأة تكون أخت رجال، بس للأسف الرجال ما بيحبوا المرأة اللي بتكون جدعة مثلك بالضبط. ما فهمت. يا حلوي أمي عم تقول مشان تستخدمي أنوثتك، كلياتنا أخوات رجال، بس رجالنا ما بيقدروا شي. أنتي لا تردي عليهم، هدول عم يحكوا شغلات مانا موجودة. أنا ما عم أفهم وما بدي أفهم. ليش ما عم تفهمي؟ الأصيلة ما بتخلي رجالها يتركها. لو سمحتي بس شوفي شوربة. شو عملتو؟ لطفية؟ ايه ليلي أزلام كابلان شو جابها؟ ولا شي، عم تبكي لأنه قلب أصلان تركها.
معقولة تخلي حبيبها يتركها ويروح؟ إسراء، لسه ما علمتي يا شي لهالبنت؟ أنا شو دخلني بمشاكل الناس لطفية؟ فهميني. قلب أصلا إذا انفصل عنا معناتها في شي. مثل شو يا ريس؟ في مشكلة صايرة بينه وبين أبوه، وقال له لازم بتركه وهو انفصل عنا بكل بساطة. في مثل هيك شي؟ مستحيل، ولد صغير. خلص لا تاخدي على كلامه. ولد شو؟ قلت له انه ريس وحكى مثل الريس. برافو عليك يا عمر. ايه ثروت، قلي ليش نزلتني لهون؟ ليك ريس، بفضلك اجاني كتير من الاعمال وقبلتها، يعني نحن عيلة قيادية ما بيصير ما نقبل. شفت بعض المواقف مثل ما تم اختيارنا على الطاولة، سجلتهم وعطيتهم كلهم للياس. في عندك علم؟ عندي علم، عندي. طيب شو راح تعمل؟ اللازم. من شان هيك ما في حدا هون، كلهم بالشغل. انت استلمت كل هذا الشغل، ليش ما انك بالشغل بهالوقت؟ ريس أنا مو ممكن خبي عنك. من وقت اللي صارت مرتك عند الشرطة أنا مصدوم وما عم يجي لبالي اشتغل. وانت شو اللي صاير لك؟ ريس اليوم عليك وبكر علي، معناها هدول رح يدخلوا نسواننا على السجن ونحنا رح يتركونا برا. انت أكل هم مبجل ما هيك؟ ريس إذا بيدخلوا ولا مبجل على السجن ما بيبقى شي ما بتحكيه، هي بتعرف كل شي. هالدولة ما أنا فهماني شي منيح أبدا. ومرتي راكبة راسها جوا وما بدها تحكي، ومرتك بتحكي برا لكل واحد بتكمشه. ايه ماشي يا ريس، اذا انت مرتاح بلا ما اعمل مشاكل بهالايام من شان ضغط الدولة. لا تعمل ثروات، بلا الدولة ما رح تتركنا بحالنا يا ثروات. نحن لا مصنع اسلحة ولا الكترونيات، شغلنا ما انه شرعي. امشي، بدنا نروح البيت، ما بدي الاولاد يكتبوا. الأولاد مانهم متعودين ما تكون أمهم بالبيت. يلا. ايه طبعا، مبجر كمان عندكم. طلع، وإذا لقيت الظرف مناسب عنا وحكيت مع عمر قل له أنه أنا كنت بستاهل وأبوك مشان هيك قوصني. تمام، إذا بدك خليني قل له الصراحة، يعني أحسن ما أنت تقوصني براسي بعدين. بصراحة لا تقل له أي شي ثروات، بصراحة لا تقل له أي شي بنوب. يلا اللي سبب واحد مشان ما اكون قاسي يا قلب اصلان. طيب رح اقلك، عمي انقذ لك حياتك. المسألة عم تنفهم غلط. وقت اجاني عمك على المستشفى مشان يقتلني كنت بعرف شو سبب جيته، لانه عمك شخص ذكي انقذ حياتي وقتها. طيب بالنتيجة صار كل شي مثل ما قلت، عمي راح دغري واستلم رئاسة الطاولة كمان. وطالما الدولة عملت هاي الخطة وطلبت وجود رجل ما راح يقوم بأي عمل ضد مصالحها، فمعناتها فهمني ليش لحتى تتخلى هلأ. الدولة ما تخلت عن خطتها أبدا. عمك تخلى عن انه يكون موجود بهي الخطط. كنت دائما تحكي لي عن الشطرنج وتقول لي كيف فينا نخلي البيض قطعهم، بس بهي الحاله انتم عم تخسروا وزيركم. ما عم نخسر وزيرنا ولا غيره. ليك لازم تفهمني، اونال عرف ليش عمك ما قتلني وفهم الموضوع، وهو حل الرابط اللي بيني وبينك. إذا أنا هلأ ما بتصرف هيك مع عمك وبقسى عليه، فأنت وحتى عمك الياس كمان بتموتوا. خلص بقى، ضيقتولي خلقي. يعني ما تقول إنه عم يلعب لعبة؟ مثل ما لعبنا نحن وموجودين بالحبس صح؟ لا فخري مو هيك، هاي القصة مو لعبة.
مثل ما خضر بده مصالحه الدولة بده مثله. يعني انتو ما رح ترجعوا خطوة لورا؟ لا بالعكس رح اتقدم اكتر. على القليلة لازم تبعدوا عن النسوان. الدولة بعمرها ما فرقت بين المجرمين، بس بعد قصة بنت أونال لو مرت عمك اليوم ما كانت بالأمن ما كنا قدرنا نوقف أونال. غير هيك قصة مرت عمك مو من اختصاصنا بالمرة. انت شو اللي عم تقوله؟ خبرته بهالحكي لعمي؟ ولا هاي لعبة جديدة من ألعيبكن؟ بعرف اللي بيصير، بس هذا الشيء ما بيعني انه هاي القصة عمليتي. الموضوع رح يتعقد، رح يتعقد كتير. قبل ما انسى الشيء اللي حكيناه لازم يضل بيناتنا، هيك بيكون احسن لكم. We'll be right back.